الآن مع كلمة الزميلة أماني رسلان القيادية باتحاد الشباب الاشتراكي لعرض البرنامج الطلابي. الطلابية المصرية وخلال نضالاتها العظيمة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها جزء لا يتجزأ من الحراك الوطني ومشارك فعال إن لم تكن من الداعين لأي تغيير وتطوير تشهده البلاد. فلا يمكن بأي حال من الأحوال عزلها أو فصلها عن مطالب جموع الشعب المصري الذي خرج مناديا بالحرية والكرامة الإنسانية في ثورة 25 من يناير وموجتها الثورية في 30 من يونيو. نؤكد نحن الطلاب أن مطالبنا من الرئيس القادم ليست بعيدة عن مطالب شعبنا في حياة أفضل، مؤكدين أننا لن ننجرف خلف وعود وهمية لا ترقى لمستوى طموحاتنا وأحلامنا مثل الوعود السابقة التي سبق وأغضبتنا وأثرنا عليها. ونلخص مطالبنا في النقاط الآتية: أولاً، العمل على تطوير المنظومة التعليمية بأسرها تطويراً جدياً من حيث تحديد الهدف المرجو من المناهج الموضوعة، إعادة النظر في المناهج وأساليب التدريس، العمل على غرس قيم المواطنة والعمل فيها بشكل أساسي، ومطابقة ذلك التطوير باحتياجات الوطن من عقول وأيدي عاملة، لأن طالب اليوم هو مسؤول ووزير ورئيس جمهورية المستقبل. ثانياً، إن الحق في التعليم لهو حق أصيل ويجب العمل على أن تتحقق مجانيته الحقيقية وليست المجانية المزيفة التي يرعاها النظام القائم. ثالثاً، العمل على رفع مستوى التعليم الجامعي تحديداً وربطه بسوق العمل. فلا يكفي أن ينهي الطالب مشواره التعليمي بشهادة يحتفظ بها معلقة على الجدران أو أن يمتهن مهنة ليست له وليس مؤهلاً لها. كما نشدد على الاهتمام بالبحث العلمي الذي هو أمل الأمم في التقدم. رابعاً، نطالب بالسعي الجاد ووضع خطة واقعية لتمكين شباب الجامعات من الأعمال التي تلائم قدراتهم واحتياجاتهم وتخدم الوطن. خامساً وأخيراً، نقول إن الأمن لن يتحقق داخل جامعاتنا وساحات العلم بالحلول الأمنية فقط، وعلى الدولة أن تعي جيداً أن مواجهة أي عنف وأي تطرف يبدأ بفتح المجال للأصوات السلمية بالانطلاق. فالجامعة هي ساحة الممارسة الديمقراطية الأولى، فيها يتعلم الطالب كيف يكون مسؤولاً عن رأيه وكيف يكون حراً في التعبير عنه. نعود ونكرر رفضنا التام لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بوقف النشاط السياسي الحزبي، كما نصر على أنه لا وجود لقوات الأمن داخل أسوار الجامعة، ونصر أيضاً على أن لا تكون ساحة لأي أعمال عنف من قبل طلاب محسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية. مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة الطلبة السلميين المعتقلين أثناء عمليات القبض العشوائي بالجامعة وما حولها. ختاماً، إن بناء الوطن يحتاج كافة جهود أبنائه الشرفاء، ويجب على الرئيس القادم أن يعي تلك الحقيقة جيداً وأن يدرك أن التغيير الحقيقي بيد الشباب، فهم كانوا الشعلة والشرارة في ثورة 25 من يناير، وهم من دفعوا دماءهم في سبيل تحقيق أهدافها التي لم تستكمل حتى الآن. كل الديمقراطية للشعب، كل التفاني للوطن.